أني اسمي سمير حمادة، أني عمري 12 سنة وأني بالصف السادس ابتدائي، وأني جيت للدار عمري 5 سنين هسه الحمد لله والشكر عمري 12 سنة. أني أول ما فتت للدار أني طبعا كل شيء ما أعرف أول ما فتت للدار، بس الحمد لله والشكر شفت السادة شام قدم لي كل شيء الأريده، يعني قدم لي أكل ملابس كل شيء قدم لي. هسه شام أعطاني موهبة إنه أني صرت ممثل سينمائي ومثلت فيلم، أول فيلم مثلته اللي هو عيد ميلاد، أخذت عليه 3 جوائز، جائزتين من أمريكا وجائزة من العراق، والفيلم الثاني اللي هو زيرو كي أخذت عليه جائزة من مهرجان مصر من الإسكندرية. أمنيتي بالكبر إنه أتمنى أصير ممثل سينمائي.